يلا سيدي، اليوم معاكم شيوات سميرة. اليوم غادي نديرو بسبوسة. غادي نديرو انا كنضرب هاد الكاس 180 مليلتر ديال الحليب، نفس الشيء 180 مليلتر ديال الليمون، كاس العنبة، كاس ديال العنبة، جوج كيسان ديال الليمون، كاس ديال السكر، وجوج كيسان ديال السميدة، جوج بيضات، ساشي ونص ديال خمارة الحلوى، وفاني، جوج معالق ديال الطحين، قابصة ديال الملحة، ونص كاس ديال الزيت. وهاد الكاسرول درنا فيها كاس ديال الماء وكاس ديال السكر وطريف ديال الليمون. غادي نصايبو السيرو باش نخلطو، من بعد نكبوه فوق البسبوسة ملي طيب. دابا غادي نديرو البيض، وغادي نديرو وغادي نخلطو، غادي نديرو كاس تاع الليمون، نزيد عليها 180 مليلتر ديال الحليب. الا كان دانون ديال الحامض كيجي حتى هو زوين، ولا دانون فاني حتى هو كيجي زوين. كنصبقو بعد دوك الحوايج اللي هي سائله، وحنا كنخلطو تدريجيا. صافي، دابا ملي تخلط كلشي غادي نديرو السميدة ديالنا، حنا كنخلطو. ما كتحببش السميدة، غادي ندير الطحين شويه بشويه وهي كتجانس. شتي من بعد ما تخلط هادشي كامل، غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، ونزيدو ديك فاني والخماره ونص، ونكملو التخلاط. غادي ناخذ شويه الزبده وغادي ندهنوها على هكا بهذا الشكل، ندهنوا بها الطاوله ديالنا كامله. ندهنوا الجناب وداك الشيء باش ما يطلقش. كنديروا لها هكا هي، صافي، وغادي نكبو في القالب اللي دهناه. دابا السيرو ديالنا هو كيطيب، درنا عليه عافية مهيلة. ملي غيطيب مزيان غادي نزيد عليه الكاس تاع الليمون بحق حتى يطيب، ونطفيو، نكبو الليمون ونطفيو. دابا غادي نخشيو في الفران على 180 درجة الحرارة. يا بسم الله، دابا ملي خرجنا البسبوسة من الفران سخونة غادي نكبو عليها هاد العصير بارد. ما تخافوش من راه كيشرب، شفتي، واخا كتشوفي هكا راه غادي تشرب، ما كيبقاش. كتسمع كتسمع.
حيت كي تواتى الكوك مع الليمون. صافي القشور ديال الليمون شي شويه رميهم من الفوق حتى هما كيجيو مزيونين. صافي